مواعيد يتجدد كل صباح بولاية أمنستات على الساعة 7 لانطلاق العناصر الأمنية ليوم شاق لممارسة مهامهم اليومية وتعويض فريق ظل يشتغل طوال الليل والناس نيام. تفرد هذا اليوم عن باقي الأيام ناتج عن البدلة الجديدة التي ارتدتها مختلف العناصر الأمنية في إطار مستجدات المديرية العامة لمواكبة العصرنة الأمنية. تحت أشعة الشمس التأمت العناصر الأمنية لتنفيذ تعليمات والي أمن سطات لتطويق محيط مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات الذي يشهد زيارة للسفير تشادي لمستودع الأموات لإلقاء النظرة الأخيرة على الطلبة الأربعة الأفارقة ضحايا غاز البوطان قبل أن تنتقل العناصر لمسجد المسيرة حيث تمت تأدية صلاة الجنازة بمسجد المسيرة لتنتقل الأنظار صوب محيط مقبرة سدرنون الذي عرف إنزالا أمنيا مكثفا باختلاف تلويناته ورتبه من أجل تدليس حركة السير الكثيفة التي يعرفها شارع الحسن الثاني من جهة وقصد حماية الوفد الرسمي المتكون من ممثل صاحب الجلالة على إقليم سطات وفعاليات منتخب إقليمية ومحلية وممثلين عن المصالح الخارجية المدنية والعسكرية إضافة للسفير التشادي الذين حضروا لتشييع الجنازة وعملية الدفن من جهة ثانية. عين ثاقبة وتجربة متراكمة لولي أمن سطات الذي ظل متسمرا بجوار المقبرة يتابع ويرقب التحركات الأمنية بزيهم الجديد من بعيد حتى اختتمت عملية الدفن وغادرت آخر السيارات للمكان ليعود أدراجه بولاية أمن سطات لانطلاق المرحلة الثانية من العمل اليومي الدؤوب للحملات التمشيطية للعناصر الأمنية بالمدينة مرتدية زيها الجديد. العمل بهذا الزي الجديد يندرج في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني وتطوير البنيات الشرطية بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن من جهة ثانية. الزي النظامي الجديد تتوفر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بمرتديها بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني. هذا الزي يحتوي على عدة علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف اللتين تحملان شعار الشرطة فضلا عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها. وعلاوة على هذه العلامات التشخيصية والتعريفية المميزة حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن يتلائم الزي النظامي الجديد مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة وأن يساعد على الاطلاع الأمثل بمهامها.